أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي بعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو فاعف عنا ووالدنا ومؤمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وأصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسر أرزاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح الأرض التي فيها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل ديننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين ودعانا دعاء المستجابين وأعمالنا أعمال الصالحين وتعبدنا تعبد الخالدين ونيتنا نية المخلصين وأهلنا أهل الطيب وأموالنا أموال المتصدقين وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين وعلمنا علم الفقهاء وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء وادخلنا جنة الأبرار منهم النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام والصديقون والشهداء والأولياء والصالحون وقنا عذاب النار ولا تجعل من أهل النار منهم الشياطين والكافرين والمنافقون والفاسقون يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر إلا أنت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتغشنا عملنا وعشاءنا وعملنا في هذا الشهر المبارك شهري ربيع أول شهر مولينا بنا صلى الله عليه وسلم إنك السميع اللي تقول لنا يا مولانا إلى الطوام الرحيم وانا في أسمان الله متأتنا في أسمان الله خطوة وانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا أهل